السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتعلم نعمل 3D ايكون على برنامج الالستريتور. اول حاجة هنجيب الايكون اللي احنا نعملها 3D، نعمل مربع بالشكل ده ونخلي الزوايا بتاعته مش حادة، واخدة كيرف شوية كده، وبعدين نضيف عليه الايكون بتاعتنا، نخلي لونها وليكن ابيض، ننزل اللير اللي تحت بس علشان نشوف الايكون، ونخليها في المنتصف، وبعدين نكرر الايكون ونفرغها من المنتصف، بمعنى ان احنا عايزين المربع اللي احنا عاملينه دوت ايقونة اليوتيوب متفرغة منه. لو احنا بصينا كده هنلاقي الايقونة اصلا موجودة فوق المربع بلون ابيض، لا احنا عايزين المربع يكون متفرغ منه الايقونة، فبنجيب الباس فيندر ونختار منها الشيب مود، ندوس على دي، فبالتالي المربع معنا اتفرغ. طيب لو الباس فيندر دي مش موجودة بنجيب من الويندو ونختار من هنا باس فيندر، بنخلي كل لير من الثلاث ليرات دول لوحده، الأيقونة لوحدها والمربع فارغ لوحده والمربع المتفرغ لوحده، نبتدي نحولهم واحدة واحدة 3D. هنجيب أيقونة اليوتيوب، نيجي على Object، نختار Extrude، فتحولت معانا 3D، نزوم شوية بس كده علشان نشوف الشكل العام، نختار البيفل، نقلل البيفل شوية كده ونخليه راوند، ممكن نصغره كمان شوية بالشكل ده، نفس الكلام المربع نعمله اكسترود ونجيب البيفل نخليه راوند ونقلله شوية كده، كمان ممكن نزود اكسترود المربع شوية ان احنا نزوده كده بالشكل ده مثلا. نيجي على اخر حاجة المربع المتفرغ منه ايقونة اليوتيوب، نعمله اكسترود برضو، ونيجي عند البيفل نخليه راوند ونقلل الراوند شوية وليكن بالشكل ده. كمان ممكن نغير الروتيشن بتاعهم كده مثلا، كأن الصورة جاية او المشهد جاي من فوق بالشكل ده، نفس الفكرة هنا نغير وضع الروتيشن بتاعه وليكن كده، نخلي الاتنين فوق بعض بالشكل ده مثلا، ونجيب اليوتيوب نطلع اللير بتاعها فوق عن طريق ان احنا بندوس كنترول شيفت دال، فاللير بيطلع لفوق، بعدين نعمل لها روتيشن بحيث ان هي تكون شكلها واقف شوية، ممكن كده وكده مثلا، ممكن نلفها كده شوية مثلا، ونغير الوضع بتاعها ونخليه هنا بالشكل ده. نبتدي كمان نظبط الماتيريال للعناصر اللي معانا، نخلي فيه ريفليكشن شوية بالشكل ده مثلا، نفس الكلام اللي تحت، اعتقد كده كويس، ونفس الكلام اليوتيوب ايكون، اعتقد الشكل ده كده كويس. بعدين نظبط الاضاءات شوية، نيجي على اللايت، نحاول نزود الاضاءة هنا ونزودها كمان هنا كده شوية، ممكن نغير المكان بتاعها وليكن كده مثلا، نفس الكلام هنا ممكن نزود الإضاءة ونغير البوزيشن بتاعها بحيث ان هو يكون متناسب مع الإضاءة اللي فوق كده مثلا. كمان عايزين نعمل ظل هنا، فنيجي على نفس اللير المربع اللي احنا واقفين عليه ونفعل الشادو، نبتدي نغير مكان الشادو شوية وليكن كده كده مثلا كويس. كمان عايزين نعمل شادو لأيقونة اليوتيوب دي، علشان نعمل كده بنجيب هنا دايرة او شكل بيضاوي بالشكل ده، نخلي اللون بتاعه اسود، بعدين نيجي على الافكت نختار منه بلور كاستم بلور بالشكل ده كده، ونيجي على الاوباسيتي وندوس كليك شمال ونختار من المود داركن، ونحرك مكان الظل هنا كده مثلا، وننزله تحت عن طريق ان احنا بندوس شيفت كنترول جيم بالشكل ده، ممكن كمان نخف الاوباسيتي بتاعه شوية كده. كمان ممكن نعمل خلفية للايكون دي، نعمل مربع كبير كده حجمه 1200 بيكسل في 1200 بيكسل، مقاس الارت بورد اللي معانا ننزله تحت اخر لير،
ونخلي الوان، وممكن نديله جريديان ونخلي الوان الجريديان بتاعته من نفس الوان الشعار اللي احنا لسه عاملينه بالشكل ده، ونغير الزاوية بتاعة الجريديان وليكن كده، وده هيكون الشكل النهائي للايكون بتاعتنا.